السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم راح نشارك معكم وصفة من وصفات صديقتي لمسات من لوكا من مونتريال. عندها جروب في الفيسبوك، راح نخلي لكم رابط الجروب في صندوق الوصف. تحلية بالموز والكراميل، جبنينة بالبزاف وبقوام رائع، يعني رائعة جدا جدا. روحوا معي نشوفوا طريقة التحضير مع بعض. وكما قدير واش نستحق في هذه الوصفة؟ عندي 2 فلون كراميل، وعندي 2 كيسان حليب، وزوج معالق كبار مايزينا، وزوج معالق كبار سكر عادي، وزوج حبات على الموز. بسم الله الرحمن الرحيم. رايحة في كسرونة نحط 2 كيسان حليب، وزوج مغارف كبار مايزينا، وزوج مغارف كبار سكر. نخلطهم يعني مع الحليب البارد حتى تذوب هذيك المايزينا. كما راكم تشوفوا مانيش على الغاز. والان نشعل عليهم الغاز ونبقى نخلط في الخليط حتى يتكاتف. الكريمة تاعي قبل ما تتشكل هذه الفقاعات نوخرها من على النار، ونحط الفلون كراميل نحطه بيه بالكراميل تاعه باش يجيني بنين. نخلط مليح الفلون كراميل مع الكريمة، يعني هذا القوام اللي نحوس عليه. دوك راح كي ندخلها للثلاجة تزيد جدا، يعني تشد روحها باش تجي ما تجيناش ثقيلة بزاف. والان راح نقطع حبات الموز تاعي. والان نحط الموز تاعي مع الكريمه، ونخلط مليح، ونحاول كيفاش شويه يعني نبسط هذاك الموز تاعي باش ينسجم مع الكريمه. خلطه مليح،
الان رايحه نعمر نصف الكؤوس تاعي. نعمرها في النصف فقط. بعد ما عمرت الكؤوس في النصف، الان رايحه نحط الكابريز. خدمت يعني هذا الخرطوم بالورق الطهي ورايحه نحط الكابريز. ممكن ايضا ديروا كراميل او كما دارتها صديقتي ملوكا بالموز، يعني قطعت الموز ودارتها. المهم نحافظوا على يعني الذوق تاع هذه التحليه، تحليه بالموز والكراميل، يعني نحافظوا على هذا الذوق، منش نديروا حاجه واحده اخرى تجي هايل. يعني نديرو فقط في الجوانب باش يعطيها منظر شباب. والان راح نكمل باقي الكريمة، يعني نملأ الكؤوس تاعي. يعني جاتني 4 كؤوس كما راكم تشوفوا هكا كبيرة، وجاتني وحدة يعني كاس صغير. والآن ما بقى عليا غير ندخلها للثلاجة ونقدموها باردة وتاكلوها بالصحة والهنا إن شاء الله.